لا 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 هنا برا برا غير غير شي ديال شي ديال الرابور سوتو الرابور سوتو في هاد اللحظات من اول ظهور ليه اول ظهور للرابور سوتو. اولا السيد وكيل الملك لدى هاد المحكمه المحترم تابع الموكل ديالي في حاله الصرح مقابل كفاله ماليه، وهذا قرار يثلج الصدر، ويعني كذلك قرار حكيم ورجع الامور الى نصابها واستحضر الضمانات قبل كل شيء. كنبغي نشكر نساء ورجال الاعلام كلكم بدون استثناء، واخا ما خليتوش الموكل ديالي يهضر، وكنتمنى المره الجايه يعني نتعاونوا جميع باش الراي العام يكون على بينه من ما يقع وما سيقع. النقطه الثانيه ان الاجواء ديال الاستنطاق مرت في جو انساني، وبالتالي ما يمكن لي الا نشكر السيد النائب الذي اشرف على هذا البحث والمشرف على مكتب الاستنطاق الزميل ديالو المحترمين معا. هؤلاء اللي هما بالفعل بينوا يعني النيابه العامه المواطنه القضاء المواطن اللي في خدمه الشباب. وانا اللي عجبني هو ان الساده النواب تيقولوا له حنا راه ما تنسالوكش على الغناء ديالك وعلى طريقتك الغناء ابدا، ان هذه مساله داخله في الحريات وهما مسؤولين على حمايه الحريات عكس ما كان يقال. راه القضاء هو الضامن للحقوق والحريات، نحن في دوله الحق والقانون. تمت مساءلته على افعال موضوع تشكي من طرف اناس اللي في التقدير ديالهم اعتبروا ان الموكل ديالي اساء اليهم، ووضح هو هذه المساله، وان شاء الله يوم المحاكمه غادي نزيدوا نوضحوا هذه الامور هذه، والجلسه ستنعقد يوم 16/11 بهذه المحكمه. بلاتي يا ياسين، اجي طوطو، اجي طوطو، مع الاستاذ، مع الاستاذ، شوف طوطو هنا.